عاصفة الحزم ستستمر مجرد أيام بسيطة. هناك كلام آخر يقول أنها أسابيع، ممكن إلى شهر تقريبا. كم هي مدة عاصفة الحزم بالتحديد إذا ما كانت هناك بعد 48 ساعة الأولى؟ هل حدد وقت لانتهاء العاصفة؟ سؤالي الثاني بشكل بسيط طال عمرك، بعد دخول أو بعد الكلام عن دخول الجيش الإيراني، هل سيكون هناك دخول بري من قوات تحالف أو سيتم تسليح القوات أو القبائل اليمنية بالأسلحة لمواجهة الميليشيات الحوثية؟ شكرا لك. في سؤالك على المدة، سبق ذكرنا في أول يوم أن العملية لها أهداف عسكرية مجدولة زمنيا، ويجب أن تحقق العملية أهدافها بمشيئة الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. القوات عاملة على تنفيذ أهدافها حسب الجدول الزمني. لا أحد يرغب في إطالة هذا النوع من العمليات، ولكن ستستمر العمليات ما دام هناك حاجة لاستمرارها. أما بالنسبة للتحركات القوات أخرى، فكما سبق وأسلفنا، لن يسمح لأحد كائن من كان بإمداد الميليشيات الحوثية بأي نوع من الإمداد. والقوات التحالف تعمل على تحقيق أهدافها بهدف محدد للعملية التي سميت عاصفة الحزم، وهو دعم شرعية الحكومة والرئيس اليمني وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق.